قتل جندي إسرائيلي في حادثة طعن نفذ شاب فلسطيني بالنقب الشمالي وأصيب آخرون. هذا واستشهد منفذ العملية وهو شاب من مدينة رهط داخل الخط الأخضر بعد تنفيذه العملية. وذكرت مصادر محلية للتلفزيون العربي أن والد الشاب استشهد قبل يومين نتيجة لعمليات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأبقت الشرطة الإسرائيلية جثمان الشاب لساعات ملقا في مكان تنفيذ العملية. خيال اروغ ومخبل اروغ بخنيسه של הרומא.